قطاعات مهمة نهتم بها من مثلها قطاع الفن والثقافة. عندنا لجنة الفن والثقافة ونفكر أن يكون مؤسسة كاملة الأركان وستهتم بكل مجالات الفن والثقافة. هذه المبادرة هي محضن للكفاءات الوطنية في كافة المجالات داخل الوطن وخارج الوطن من أجل أن تقوم بأدوار أربعة تحدثت عنها سابقا ولكن أؤكدها اليوم. أولا ترافع القضايا الوطنية وخاصة قضية الوحدة الوطنية والإسهام في الإشاعة الوطني الحضاري والثقافي. هذا المغرب له حضارة، له نظرة للمستقبل، له علاقات تاريخية، له ثقافة، مجتمع قوي، دولة قوية لها تاريخ. فلذلك نريد أن نساهم يعني في هذا الإشعاع الوطني والترافع على القضايا الوطنية بما تيسر إن شاء الله، وسنعتمد كثيرا على إخواننا وأخواتنا الموجودين يعني بالخارج اللي هم أعضاء ديال المبادرة. الأمر الثاني أو الدور الثاني للمبادرة هو تأطير المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية والقيم المجتمعية. المغرب له قيم، هذه دولة وهذا مجتمع، ماشي تصنع البارحة أو صنعه الاستعمار. صحيح الحماية كانت طارئة، لكن هذه دولة عندها تاريخ، مجتمع عنده تاريخ، عنده حضارة، عنده ثقافة، القيم، المجتمع عنده قيم، وما كاينش مجتمع كيمكن له يصمد بدون قيمه وهويته وبدون تماسكه. لذلك سنساهم مع المساهمين الرسميين وغير الرسميين في أن إن شاء الله نؤطر المجتمع ونرسخ هذا الانتماء والهوية الوطنية. الدور الثالث وهو تأطير المواطنين، يعني لأولا باش تكون يضمنوا المستقبل ديالهم، تأطيرهم طبعا باش تكون عندهم شخصية قوية خاصة الشباب، النساء وبعض الفئات الخاصة، وأيضا دعم حاملين المشاريع. المحور الرابع اللي نشتغلوا عليه هو المساهمة في النموذج التنموي الجديد بالتقييم وبالاقتراح وبالمبادرة في خاصة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. من بين المجالات اللي كنهتموا بها كما كتلاحظوا مجالات متعددة، كنهتموا بالتعليم والبحث العلمي، الصحة والحماية الاجتماعية، الدبلوماسية الموازية والجالية، الاستثمار والاقتصاد، السياحة والصناعة التقليدية، التنمية القروية والمجالية، يعني الحكامة وإصلاح الإدارة، يعني واحد العدد ديال. لكن نهتم أيضا بالفن والثقافة. نحن في المبادرة كما كثير من الفاعلين وكما سمعتم من خلال بعض المشاركين أن الفن هو قطاع كامل الأركان، هو قطاع متكامل، يعني فيه الفنان، فيه الاستثمار، فيه الشغل، ألاف أو عشرات الألاف فرص الشغل، يعني فيه عائد بعشرات الملايير. يعني فلذلك سنتحدث عن الفنان ووضع الفنان، عن الاستثمار في القطاع الفني العمومي والخاص وتشجيع الاستثمار، لكن أيضا الفن له دور، والثقافة الفن له دور في بناء الشخصية المغربية، له دور في تقوية المجتمع، له دور في الدفاع عن القضايا الوطنية، له الدور في الترويج والتسويق للمؤهلات الوطنية. فنقارب الفن من كافة هذه الزوايا، واستطعنا في إطار رأي والرأي الآخر استدعينا الناس بآراء مختلفة، بمهتمين، مثقفين، باحثين، فنانين، منتجين، مخرجين، باش يناقشوا في هذه الندوة كما لاحظتم المتميزة. واقترحنا كثير من المقترحات، اقترحنا مثلا أن ينشأ يعني المجلس الوطني للفنون في القطاع الخاص، القطاع العام، المهتمين باش يناقشوا الفن في هذه القضايا. اقترحنا أيضا أننا يكون صندوق مثل الصندوق ديال دعم الصناعة العصرية، وهذا شيء جيد والحمد لله، صندوق لتشجيع الاستثمار في الصناعة الفنية مثلا. اقترحنا أيضا أن نرجع إلى الفن الشعبي، ما يسمى بفن القرب، لكي يكون في دار الشباب نزيد نطوروه، لكي يكون في الساحات العمومية يعني مثل ساحة جامع الفن وغيرها، لكي يكون أيضا في المدارس باش يمكن لنا مع علاقة مع المجتمع، الفنان والمجتمع، ولكن أيضا باش نكتشفوا الإبداعات. نظمت مبادرة الوطن أولا ودائما اليوم ندوة حول علاقة الفن بالتنمية بحضور وازن لمجموعة من الفنانين والمهتمين بالقطاع الفني، وتطرقت الندوة إلى مجموعة من المحاور أهمها وضعية الفنان المغربي، كذلك الأدوار الاستراتيجية للفن، كذلك أهمية الفن في ترسيخ الهوية المغربية والترافع كذلك على القضايا الكبرى للوطن وترسيخ القيم المجتمعية. وتعتبر هذه الخطوة هي خطوة أولى من مجموعة من الخطوات التي ستقوم بها مبادرة جمعية مبادرة الوطن أولا ودائما في المستقبل، لإيمانها الكبير بدور الفنان وفي المجتمع المغربي لتحقيق التنمية المستدامة. اللي كنتمنى أنه هذه المبادرة هذه هذا الشيء تقال فيها يعني جميع النقاط اللي تطرقوا لهم الأساتذة في الندوة أنها تتطبق 100%. يا ربي كنتمنى باش النهوض بفن
راقي في البلاد. وكنشكرهم بزاف لهذا الالتفات، لانه قليل اللي كيفكر في الفنان المغربي، خصوصا انا كنهضر على الفنان الفنانين اللي هما عندهم اللي كيقدموا فن راقي هادف يعني للشعب او للمتلقي او للمتفرج.